الجامعة العربية المفتوحة بتتميز بجودة التعليم عندها، وجودة هالتعليم جاي من عنصرين. العنصر الأول هو الاعتماد الخارجي اللي حصلت عليه من بريطانيا، كانت أول جامعة بتحصل على اعتماد خارجي في لبنان، والعنصر الآخر هو الشهادة البريطانية، فالطالب بيحصل على شهادة من بريطانيا إلى جانب شهادة من لبنان. لأنه الطالب يعتبر هو محور العملية التعلمية، فإذا نحن ما بنعطي التعليم عنا بطريقة تقليدية، فالطالب إلى جانب حضوره إلى الصف في نوع من التفاعل بينه وبين الأستاذ، إما عن طريق الساعات المكتبية. الطالب عنا أي ساعة بحب يجي يسأل أي سؤال للأستاذ، الأستاذ دائماً موجود بالجامعة. تاني شيء، في عنا استعمال التكنولوجيا مهم للتواصل مع الطالب، في فورم لكل كورس بيقدر الطالب يتواصل مع زملائه ومع أستاذه فيه، إلى جانب اللي بيجينا من الجامعة المفتوحة ببريطانيا اللي هي أدوات تعليمية تختلف عن بقية الجامعات. واحدة من الأشياء الحلوة اللي بلاقيها بالجامعة العربية المفتوحة هي إنه بتقدم لك شهادة لبنانية وشهادة بريطانية، اللي هن سهلوا لما طلعت على أوروبا إني لاقي شغل. الوقت اللي منحتني إياه جامعة أقدر أعمل أشياء اكسترا كوريكولر كثير فادني، بلشت اعمل انترنشيب وتريننج قبل ما اتخرج. لان الجامعه العربيه المفتوحه مش همها تعطي فقط شهاده للطالب، همها انه يقدر يطلع الطالب متسلح بهالشهاده ويقدر يشتغل بسوق العمل بطريقه هالقد مريحه وهالقد جيده لإله ولمستقبله. مشان هيك نحن قبل ما نقدم أي اختصاص بنعمل دراسة جدوى بسوق العمل حتى نعرف إذا في حاجة لهالاختصاص أو لا. فضل المناهج المتطورة اللي عم نعتمدها من الجامعة البريطانية المفتوحة، أنجز طلابنا مشاريع مهمة ومنتجة بمجال الكمبيوتر ساينس مثل البايونيك هاند والسيف درايفنج موبايل آب. ونظراً لغياب الكادر المتخصص بلبنان والعالم العربي بأمن المعلومات والتحقيقات الجنائية الرقمية، كنا سباقين بطرح برامج بكالوريوس وماجستير بتعلم الطلاب كيف يكتشفوا الهجمات الإلكترونية لما تصير، وكيفية معالجة أثار الذيولة بعد اكتشافها، وسبل الحماية والوقاية منها. وبهالمجال صرنا عضو منظم لأحد المؤتمرات البحثية العالمية، وعنا اتفاقيات تعاون مع قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. من المعروف أنه متطلبات الاعتماد البريطاني اللي جدد للجامعة للمرة الثالثة بالعام الماضي بيفرض على الجامعة تطوير وتحديث برامجها ومناهجها بشكل مستمر كل 4 سنين. والحقيقة الجامعة قبل ما تطرح اختصاص جديد بتجري دراسة لسوق العمل لتحدد شو في حاجات لاختصاصات وخبرات جديدة. وبهالإطار بالعام الماضي نزلنا اختصاص المايكرو فاينانس، اختصاص الانفورميشن سيكوريتي اند فورنسكس، الجرافيك ديزاين اند مالتي ميديا، إضافة إلى الترانسليشن. ما يميز برامج الجامعة العربية المفتوحة عن غيرها، وهذا شيء بالتنسيق مع الجامعة البريطانية المفتوحة، أنه باستمرار يتم إدخال عناصر حديثة بالمناهج لناحية التطبيق العملي والمفاهيم النظرية أزوال. انطلقت مسيرة البايونيك هاند من الجامعة كبروجيه تخرج، وهلأ البايونيك هاند عم يشتغل عليها وعم طورها لحتى تكون كلفتها بمتناول الجميع، تكون وزنها أخف وتكون متطورة أكثر من يلي كانت موجودة قبلها أو حتى من يلي موجودين بحي الله مطرح برا. بفضل الدراسة، بفضل المواد، بفضل دعم الدكاترة، وبفضل مجهودي الشخصي قدرت حقق حلمي وطموحي، كانوا كسلاح بإيدي لما طلعت على أوروبا، وقدرت أتوظف بشركة أمازون، وحالياً عم بشتغل Data Center Engineer بـ AWS بفرانكفورت. تسنت الفرصة وفتح رول بمايكروسوفت كان بدهم تكنيكال ايفانجلست لشخص خبير بويندوز ديفلوبمنت، قدرت اخذ هذا الرول. بما انه هدف الجامعة غير ربحي، بل هدفها مساعدة جميع الطلاب، لأنه الطالب ما بيدفع أكثر من 30% من كلفة القسط التعليمي تبعه، وحتى نستطيع نساعد العدد الأكبر من الطلاب بمختلف المناطق اللبنانية، تم افتتاح فرع طرابلس ببحصاص، وبعدين هذا العام تم افتتاح فرع زحلي. إلى جانب الحياة الأكاديمية، الجامعة بتحب تأمن حياة متكاملة للطلاب، فالنشاطات الأكاديمية والتعليمية هيدي جزء منها، والجزء الآخر هنيك نشاطات أخرى مثل المؤتمرات العلمية والنشاطات التدريبية.